اهلا وسهلا مشاهدينا، انا طلحت مفترض انا طلحت بالله. ايوه طيب مباشره عوض الليل، اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور عليكم وجمعه مباركه للمشاهدين، ان شاء الله نستطيع ان نقدم ما يفيد. منظمين صح، انا بطلع وارجع كده. تنظيم عالي والله. جميل، اتمنى التنظيم ده يكون على المستطيل الاخضر طبعا. والله ان شاء الله نتمنى ذلك. نبدا باولى الاخبار في الملف الرياضي، والمريخ يختتم تدريباته تحضيراته نعم، والدش وابو 20 يؤكد ان الجاهزيه للدربي. نعم طبعا لا حديث هذه الايام خلاف الدربي السوداني، القمه السودانيه هلال مريخ ومريخ هلال. مباراه تقام غدا في 7 مساء باستاد الخرطوم ضمن الدوري الممتاز. المريخ والهلال الاثنين بيعدوا نفسهم بصوره جيده لهذه المباراه، لانه مباراه طبعا مباراه القمه دائما تاتي ذات طابع خاص وإثارة وندية ودوافع لكل الفريقين، لأنها بتعتبر أهم مباراة في الدوري السوداني الممتاز، وبتحظى بأنظار الوسط الرياضي داخل وحتى خارج السودان. المريخ زي ما أنت ذكرتي يا لينا في الخبر أنه بيواصل تحضيراته، هو اختم تحضيراته تقريبا قبل ساعة في استاد الخرطوم لمباراة الغد، وسط يمكن نقول يعني وفر في العناصر ل الكابتن المدرب جمال ابو عنجه بعد عدد من اللاعبين كانوا غايبين الفتره اللي فاتت، على راسهم اللاعب حمزه داوود واللاعب ضياء الدين واللاعب الغاني نيلسون لازجيلا اللي عاد للتحضيرات واكد جاهزيته. وهو الان انا في رايي مدرب المريخ جمال ابو عنجه بيكون في حيره، لانه في وفره في العناصر وفي مجموعه من العناصر الجديده اكد جاهزيتها لهذه المباراه. المباراه طبعا دائما المحللين يعني في مقوله بتؤكد انه مباريات الديربي دائما ما بتخضع للجاهزيه الفنيه بقدر ما هي بتخضع للمساله النفسيه، الاعداد النفسي والانضباط داخل الملعب والهدوء والتركيز. المساله تبقى يعني هي هلال مريخ هي مباراه زي وزي اي مباراه بتاعت هلال مريخ عاديه، لكن ما في توقعات ليه، لانه ممكن المريخ يفوز وممكن الهلال يفوز وممكن تطلع المباراه تعادل زي حاله وحال كره القدم، لكن دائما ما بتكون مربوطه بانه منو اللي جاهز عشان يفوز، ممكن الفريق يكون سيء قبل المباراه ويجي المباراه يلعب بصوره افضل وممكن الفريق يكون افضل والعكس، لانه مساله بتخضع لدافعيه ولتركيز داخل الملعب. انا مباراه كبيره دائما اللاعبين بيحاولوا يصرفوا فيها كل ما عندهم، لانه بيكون حتى على مستوى الحوافز مباراه المريخ دائما بيكون فيها تحفيز خاص للاعبين، يعني الحافز اذا كان اللاعب بياخذ المباراه عاديه مثلا 2000 او 3000 فيما تقريبا الحوافز بتكون مضاعفه، يعني ممكن تكون 10 ممكن تكون 15 ممكن تكون اكبر من كده، فدائما بيكون الدافع قوي، الدافع التحفيزي، اضافه لانه مباراه لاعبين في المقام الاول واي لاعب بيحاول يثبت وجود من خلال هذه المباراه. المريخ انا في رايي يعني في وضع افضل، ليس افضل من الهلال لكن افضل من السابق، يعني كان في عناصر مبعده، الان المريخ انا في رايي بيعود يعني تدريجيا اللاعبين وممكن يكون عنده عناصر وافره في مباراه الغد ان شاء الله. اها طيب عوض، يعني في خبر اخر يتعلق بشكوى مجلس اداره نادي المريخ لاولتراس الهلال على خلفيه الاعتداء على النادي، تفاصيل هذا الخبر وما جاء فيه. والله اولا انا دعني يعني اقول انه نحن ما عايزين نركز على مثل هذه الاخبار، يعني او ما ندعو الجمهور انه يركز على مثل هذه الاخبار، دائما تحدث هذه المشاحنات بين الجماهير، ولكن انا في رايي هي تصرفات فرديه لعدد محدود من الجماهير، لانه نحن بنعرف انه الجمهور الرياضي جمهور راقي وجمهور واعي، جمهور متحضر ينبغي ان يكون كذلك كما هو، يعني في المريخ جمهور راقي، في الهلال ايضا الجمهور راقي متحضر، وهي كره القدم ينبغي ان تكون يعني مربوطه، هي اصلا كره القدم يا اما خساره يا اما نصر وقد تكون تعادل، ولكن الدعوه للجمهور لانه يتقبل الخساره وحتى في حاله الفوز ينبغي انه يعني لا يخسر الجمهور اخر بسبب انه مثلا الفريق فاز او فريق افضل او كذا، هذه المسائل اصلا هي في كره القدم موجوده، دعوه للجمهور انه يتحلى بالروح الرياضيه بالخلق الرياضي. مساله الـ 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 الشكوى هي حدثت بعض التفلتات المحدوده من حسب المعلومات اللي انا عندي انه في مجموعه من اولتراس الهلال كانوا مارين باستاد المريخ، قد يكون شخص او شخصين تدخلوا ومجلس المريخ احتياطا، ليس الموضوع يعني هو الموضوع ليس يعني
انا ما داير الناس في راي تاخذ منحنى اخر يعني حجم اكبر من الموضوع قد يكون تفلتات. احنا برضه نتكلم شويه عشان نقدر ايوه يعني نوعي الناس بانه مثل هذه الاشتباكات يعني بتضر اكثر من هي يعني الناس تتحلى بالروح الرياضيه اكيد طبعا يعني هي سواء كان الهلال او من هي نعم يعني تصرفات مرفوضه تماما ومجلس المريخ من حقه طبعا انه يقوم باجراء احترازي. طبعا المباراه اساسا هي ما في استاد المريخ يعني في الاول كان المباراه مضطر ان تقام في استاد المريخ تم نقل المباراه لانه استاد المريخ حاليا ما جاهز ومباراه تقام في استاد الخرطوم. انا ما شايف انه المباراه سيكون فيها توتر او احساسيه او كذا. هي مباراه طبعا يعني مثيره جدا بين الفريقين لكن اتمنى زي ما انت ذكرتي علينا ندعو الجمهور لانه تحلي الاخلاق الرياضيه البعد عن الاساءه للاخر البعد عن مثلا الشماريخ الالعاب المسائل دي كلها مرفوضه في الدوري ونحن شفناها في البطولات الافريقيه طوال الاتحاد الافريقي ما بيعمل مثل هذه الامور. نعم نتمنى انه نحن بنعمله في الاتحاد في مباراه الافريقيه نعمله ايضا في دي مباراه يعني مباراه في بلدنا يعني مباراه على مستوى عالي كل الانظار المجتمع الرياضي سواء كان خارج او داخل السودان بيكون متجه لها. اتمنى انه الجمهور يكون في الموعد ويتحلى كل الرياضي يقبل بالهزيمه ويفرح الانتصار من غير ما يكون في اساءه للطرف الاخر. ايضا الهلال يعني برضه بيستعيد وبيؤدي برفض الختام لدرب الممتاز. نعم الهلال طبعا نظر يعني قبل مباراه القمه هو وضعه افضل وطبعا الهلال عنده لعب تسعة مباريات وعنده 19 نقطه فاز يعني عنده خسارتين وتعادل. المريخ لعب 7 مباريات عنده 14 نقطه عنده برضه خساره ما حي الوادي وعنده تعادلين امام الخرطوم وحي العرب. بالتالي فرصه هي المريخ حاليا متقدم على الهلال في الترتيب في عدد المباريات لكن طبعا الهلال في الصداره باعتبار 19 نقطه لكن متقدم على المريخ بمباراتين. الهلال ايضا عنده جاهزيه ايضا كبيره في حديث حول انه اللاعب السموئل سيغيب عن هذه المباراه وهو من العناصر مهمه جدا. طبعا السموئل هو اصلا بيلعب في خانه الطرف اليمين ولكن شفنا مدرب المنتخب الوطني كان بيلعبه في خانه الطرف الايسر بيستعين به في الايسر فاذا كان هو غيابه انا في رايي مؤثر لانه هو لاعب انا في رايي يعني يتميز بيعني اداء عالي وانضباط تكتيكي واضح من خلال المباريات اللي شفناها مع الهلال الفتره اللي فاتت. لكن اذا كانت المنظومه جاهزه كل اللاعبين تخيل اللاعب غياب ما يكون مؤثر بصوره كبيره لانه المدرب صلاح مداد والكابتن مصطفى بيكون وضعه استراتيجيه لهذه المباراه. بالتالي المباراه يعني بتكون في عدد من الخيارات. في حديث حول انه الهلال عنده اللاعب محمد المعتصم واللاعب لطيف وحي يكون في قلب الدفاع بديل لسموئل. خيارات متوفره للجهاز الفني ايضا في وجود الثنائي انا في رايي هو اخطر ثنائي موجود في الهلال اللي هو اللاعب وليد الشعلة والمهاجم محمد موسى الضي. وانا بفتكر انه انا في رايي الخاص محمد موسى اخطر لانه دائما بينشط في جهه اليمين ودائما هو لاعب سريع ولاعب قوي وعنده تسديد قوي جدا في المرمى ويتميز بالسرعه والقوه. وليد الشعلة ايضا لاعب حريف. في المريخ برضه طبعا نرجع للمريخ. المريخ طبعا عنده عناصر برضه على مستوى عالي. اللاعب يعني في رايي كروت المريخ الرابحه في مباراه الغد بتمثل في اللاعب محمود حامد الدش لانه لاعب سريع جدا ومهاري وبيعرف يصنع الفارق دائما في المباريات الكبيره وهو خطير جدا. ايضا اللاعب رمضان عجب يعني ثنائي المقدمه الدش رمضان عجب واللاعب سيرتيري. في الهلال ايضا زي ما ذكرت لك في وليد الشعلة ومحمد موسى الضي. الهلال والمريخ والمريخ والهلال تبقى قمه اثاره نديه بغض النظر عن زي ما ذكرنا التحضيرات البدنيه لكن في النهايه في المقام الاول هي المباراه تعتمد على تركيز اللاعبين داخل الملعب. عوض احنا فضلنا دقيقتين لكن سريعا كذا في المحور بتاع الجهاز الفني الذي يتكون من جانب وطني كامل الدسم نتكلم عن هذه المواجهه ما بين جهازين فنيين وطنيين. نعم حقيقه المريخ جمال ابو عنجه لاعب سابق في المريخ حقق مع المريخ انجازات كبيره في 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 الفتره الماضيه. الهلال ايضا صلاح احمد ادم مباراه ذات طابع وطني خاص يمكن المباريات زي ما انت ذكرت اللي دائما بيكون في مدرب اجنبي في الهلال والمريخ. المره دي مباراه خالصه وطنيه وحتى على مستوى المحترفين يعني حتى في داخل الملعب يمكن المريخ عنده اللاعب نيلسون لازجيلا هو طبعا عنده جنسيه سودانيه. الهلال ايضا يمكن ما في محترفين اذا نكهه وطنيه خالصه نتمنى انها تكون وطنية في كل صحيح. نعم ايضا سريعا يمكن اليوم ختام مباريات امم افريقيا تحت سن 23 مصر وساحل العاج. نعم مصر وساحل العاج طبعا بطوله في مصر. البطوله دي نحن كنا مشاركين فيها لحد الادوار قبل المرحله قبل المجموعات خسرنا امام نيجيريا. نيجيريا في المجموعه الثانيه وحتى هي غادرت يعني شيء طبيعي انه الفرق الكبيره يا حمزه المنتخبات الكبيره يعني مصر
ساحل العاج، جنوب افريقيا ونيجيريا، المغرب، مالي. دي فرق دائما منتخبات اللي عندها مستويات واضحه وكبيره ودائما بتصل للمراحل النهائيه. انا اتوقع انه مصر فريق المصري قادر انه يحقق البطوله، البطوله طبعا في ارضه بيلعب تحت قياده اللاعب رمضان صبحي لاعب الاهلي والكابتن المعروف اللي بيتميز بامكانيات عاليه. جنوب افريقيا خسرت المباراه وحتكون مشاركه لانه الاول ثلاثه منتخبات يعني منتخب الوصل النهائي اللي هو مصر وساحل العاج بالاضافه لغانا وجنوب افريقيا هم اربع منتخبات حيلعبوا على الثالث والرابع، ومصر حتكون في المباراه النهائيه امام ساحل العاج. الثلاثه منتخبات الاولى اللي هي مصر وساحل العاج وجنوب افريقيا او غانا في واحد منهم حيمشي النهائيات بتاع طوكيو 2020 لانه الاول والثاني ضمنوا التاهل اصلا يعني. بالتالي حتكون في فرصه امام غانا وجنوب افريقيا للفوز والتاهل للاولمبياد الاخيره. المباراه طبعا حتكون في استاد القاهره يعني مباراه مفتوحه للحضور لكل الجماهير. طبعا مصر قدمت نسخه مميزه من هذه البطوله وان شاء الله نحن منتخبنا السوداني يكون في المباريات في الفتره الجايه ان شاء الله في هذه البطوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مقدرين جدا على التحليل ونتمنى نلتقي في مساحات اوسع والاخبار الرياضيه هي ملؤها الفرح ان شاء الله سواء كان بالنسبه للمحلي او العالمي. شكرا جزيلا عوض العبيد، كثر خيرك. شكرا يا حمد، شكرا يا لينا وجماعه مبارك على الجميع. وعليك شكرا.